بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك الكتابة. الدوحة والفوز خارج الملعب. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 797 من ملك الكتابة. حلقة الخميس جاية في أيام العالم العربي فيها بيحتفي بالحدث، حلقة الاثنين. العالم العربي كله محط الأنظار والانتباه للمونديال. العالم العربي شادد انتباه العالم. شادد الانتباه العالم يا أستاذ إبراهيم. أنا أنظر إلى كأس العالم في قطر نظرة مختلفة جدا جدا جدا. وعلى الرغم أن الرياضة والسياسة لا يجب أن يمتزجا، ولكن الآن ما يحدث في الدوحة يقود الدبلوماسية العالمية والثقافة العالمية لأن تنظر بعين الجدية إلى منطقة الخليج والدول العربية عامة. ما يحدث بصرف النظر عن الهزيمة الكروية للفريق القطري، إلا وهي هزيمة يعني ألمت طبعا العرب وألمت القطريين، أو يعني كانوا عشمانين طبعا في حاجة أفضل من كده. ولكن الانتصارات المتتالية لدولة قطر، أولا من ناحية تنظيمية، ثانيا من ناحية ترويج الثقافة الإسلامية والعربية، ثالثا من ضبط الأداء لفرض ثقافتها وهويتها على ضيوفها، ولم تخضع لأي ابتزازات في قضايا الحقيقة مخجلة ومسفة وتافهة بالنسبة للقضايا الإنسانية الذي كان ينبغي للغرب أن يعتني بها، ولكن هي المناكفة وخلاص. قضايا المثلية وما أراده هاري كين اللي كنا بنحترمه للأسف، وفرضت ثقافتها على الفرق، وما فيش حاجة اسمها كده. شرب الخمور ممنوع في الملاعب. يعني هي حاولت تتوازن، بديك حق ما تتمداش. أعتقد ما حققته قطر من خلال استدعاء قيادات العالم ضيوفا على هذه المناسبة تجاوز بكثير نجاح دبلوماسيات واختصار للوقت ومجهود كان العالم يقف حائرا. هو امتى هنقدر نحل قضايانا المتناقضه دي وممكن الاضداد يسلموا على بعض، فتاتي لحظات يعني تدوب فيها كل الحساسيات. مرحبا بالسلام انطلاقا من كاس العالم الحالي في قطر، والتي زينها حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زينها بما لقاه من حفاوة وتقدير وترحاب واستطاعت لحظات بسيطة أن تجتاز مزافات طويلة من العمل الدبلوماسي. هنشرح ده بالتفصيل. ده جانب من جوانب وصول السيد الرئيس إلى الدوحة للمشاركة في هذا الافتتاح الحياة اللي هو التاريخي، لأنه لأول مرة على أرض عربية تقام بطولة كأس العالم للأندية، كأس العالم في هذا الزخم الشعبي الكبير، وهذا الحرص القطري الشديد على الهوية العربية وعلى القيم الإسلامية. أعتقد زي ما المهندس عدلي أشار، المسائل فيها تفاصيل كتيرة، والمشهد فيه من الرسائل والمضامين اللي يجب أن الكل يقف عندها كثيرا أمام هذا الحدث اللي تخطى حدود الملاعب وتخطى حدود كونه حدث رياضي. لا، ده حدث يعنى بفرض الهوية العربية، يعنى في فرض احترام العالم للقيم الإسلامية وقيم المجتمعات العربية. أعتقد مسائل كان فيها تفاصيل كثيرة، هنأتي على الكثير من التفاصيل منها، ولكن هذه أبرز العناوين. مقالي ومقاله، أخويا هايص وأنا لايص. الغربال
كرنفال المونديال، وبعضمة لسانه من هنا وهناك، والشموع الحمراء عم محمد بيك مدكور، وأسرار الملك عن سيد صالح، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. طيب قبل ما انسى بس بنقل لك بقى يعني ملاحظة من صديقنا الكبير الأهلاوي العربي الأستاذ طه الخطيب الخبير السياسي والاستراتيجي الكبير والحريص دائما على متابعة هذا البرنامج ومتابعتنا بشكل شخصي. ونبهني إلى نقطة، وإحنا لما استعرضنا الشموع الحمراء وجبنا طلعت باشا حرب، قال لي انت مش ملفتش نظرك ان ميلاده 25 نوفمبر ده التاريخ المقترح حتى الان لافتتاح فرع الاهلي في التجمع. فاتمنى، وهذه امنيتي بقى بنقلها من خلال ان احنا استعرضنا هذا الامر، شكرا للاستاذ طه الخطيب، ان يتم تكريم هذا الاسم العظيم الذي اسهم في نشاه النادي الاهلي واسهم في تمصير الاقتصاد المصري. واسهم في ان احنا نقدر نعمل الفرع الرابع النهارده الذي افتتاحه لو تم في 25 هيبقى في ذكرى مولد هذا الراحل العظيم طلعت باشا حرب. ده كلام مهم جدا. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل، الاهلي النهارده استأنف تدريباته بعد راحة لمدة 24 ساعة فقط منحها مارسيل كولر للاعبين. زي ما انتم شايفين النهاردة يمكن لأول مرة من الفترة اللي فاتت يتجمع الكل، لاعبوا المنتخب الأول ولاعبوا المنتخب الأولمبي والشباب، الكل اكتمل وكولر اجتمع باللاعبين زي ما انتم شايفين، سواء في المحاضرة الفنية اللي سبقت المران أو في تعليماته في الملعب للاعبين والجهاز المعاون زي ما حضراتكم شايفين. وده طبعا لتجهيز الفريق للفترة اللي جاية اللي بدايتها مع مباراة المقاولين يوم الحد اللي جاي، يوم الحد 27 نوفمبر الأهلي والمقاولين هتكون في دور الثمانية في بطولة كاس مصر النسخة القديمة دي، في دور الثمانية. سموحة صعد أوكي لدور قبل النهائي، الفائز من الأهلي والمقاولين هيلعب سموحة في قبل النهائي. يوم السبت هيسبق مباراة الأهلي، يعني مباراة الأهلي والمقاولين يوم الحد. أنا عارف إن الكل مشغول بكأس العالم وتفاصيله فمحدش مركز في كأس مصر. يوم السبت هيلعب الزمالك مع المصري وبيراميدز مع البنك الأهلي، والاتنين اللي هيكسبوا هيلعبوا بعض في السيمي فاينل. الأهلي هيلعب مع المقاولين والكسبان هيلاعب سموحة في السيمي فاينل، ويكون النهائي إن شاء الله في فبراير زي ما قالت إدارة المسابقات. هنا الفريق بيتمرن النهارده تمرينه مره واحده على الصبح في انتظام الدوليين، وكان في تدريبات منفرده باشمهندس لحمدي فتحي اللي راجع من المنتخب مصاب بشد خفيف في العضله الاماميه، بالاضافه الى بقيه المصابين اذا كان محمود متولي او عمار حمدي اللي بدا يدخل في التدريبات، محمد عبد المنعم ايضا، ومحمد عبد المنعم خف وبيعمل تاهيل بالواقي. نتمنى اكتمال الصفوف، نتمنى استمرار العروض والنتائج التي تدعم الثقه في الفريق في بدايه الموسم وتؤدي الى ان مستر كولر يشتغل باريحيه مستمتعا بثقه المسؤولين والنقاد والجماهير، ونتمنى ان نتعامل بالقطعه. شوف انا كنت لسه بقول لك ايه في الباسكت بول، بقول لك ان الفوز المتتالي ده هيبقى حمل على الجهاز الفني واللعيبه وهيبتدوا وهذا ما تصور في ماتش ملوش لازمه تحصيل حاصل تحصل مشاكل واشتباكات وجماهير وتحقيق متأهل مع المدير الفني. الغريبه انه هو المدير الفني ما اعتداش على حد، ده هو انفعل وبيقول للجمهور انا كده هتأذوا الفرقه وحاجه زي كده، يعني اللي فهمته انا ما كانش واضحه الموضوع واستغربت قوي يعني طب هو في ايه يعني، في حين الحقيقه احنا ما احنا شفنا
المدرب الفريق المنافس وهو اكتر من مره ينفعل صحيح. نتمنى يعني ما نكبرش الامور، ونتمنى ان احنا بص يا جماعه هتقولوا بقى متلكك لنا بيترصدونا اعتبروا كل شيء، لكن عوده الجماهير للاهلي بالكثافه الواجبه في يد جماهير الاهلي، والاهلي فقط هو الذي يستطيع ان يقرر هذا الامر. اعتبر يا سيدي ان حد مترصد لك ما تديلوش فرصه، مساله بسيطه جدا، شجع فرقتك بالروح الرياضيه المطلوبه وبمنتهى القوه والدعم عشان نقدر نستمتع كلنا بالمجهود المبذول في تطوير الرياضه في النادي الاهلي. بالذات في الباسكت، لان انت بتتكلم على تكنيكال فاولز على طول، اي خروج من جانب الجماهير. لا القانون كده، وحتى في الهاندبول، والهاندبول فيه حاجه زي كده، ده بيطرد دقيقتين وبيطرد وبيحسب ضربه جزاء ما خلاص بقى ما يعني مواضيع ما ينفعش فيها يعني نعاند مع بعض. خلينا نشوف مصلحه النادي فين، وهو كده ما احنا قلنا لكم الدنيا صعبه مش سهله، والاهلي لا يعامل بمكيال واحد. خلينا بنتعامل بالحقيقه دي زي ما بنقول للعبتنا، خلي بالكم صفاره الحكم، وما تقعدوش تقولوا ما هو مش فير او فير والصفاره مش فير. اعتبرها يا سيدي مش فير، وانت بقوتك تجاوز الصعوبه دي، واحنا جمهور الاهلي عايزين يتجاوز هذا الامر بايه؟ بالنموذج الرائع اللي بيقدمه باستمرار والقدوه ودعم النادي الاهلي بلا حدود. نتمنى داول زي ما قلت لكم، الاهلي هيواصل التدريبات لغايه ميعاد المباراه. النهارده الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كانوا في جوله امبارح مهمه في فرع النادي في التجمع للوقوف على اخر الترتيبات اللي تمت، الفرش والتشجير وكل الترتيبات اللازمه قبل الاحتفال بافتتاح هذا الفرع اللي بيمثل اضافه عملاقه ونقله نوعيه كبيره في المنشات الرياضيه وامكاناتها. مستوى عالي من الفخامه كنت من يومين في هنا في فرع الشيخ زايد لقيت حركه جامده جدا ودؤوبه، ناس رايحه بتشيل شماسي بتشيل كراسي، اتضح ان احنا مخزنين جزء كبير من الفرش بتاع الجنينه خصوصا بتاع التجمع في الشيخ زايد، وتحول كله على هناك وده بيقول لك ان الناس مجهزه من بدري. ايوه مش لسه هتبتدي تتنبه الى فرش يعني انت خلال اسبوع ممكن تلاقي منظر تاني خالص. طب جوله تفقديه. كابتن الخطيب والمهندس خالد مرتجي والمهندس سامح علي كامل والدكتور سعد شلبي وطبعا القائمين على العمل في الفرع. يعني الحقيقه كل الناس بذلت جهد كبير جدا جدا جدا، والذكاء النادي الاهلي اختصر بيه المسافات وعبر بيه كثير من الاجراءات الروتينيه باسناد الامر الى الهيئه الهندسيه. ضمن حاجتين، الكواليتي والكفاءه والتوقيت، وان لا هو تجاب هتثق في مين اكتر من كده. فالدنيا ماشيه حلوه قوي، وادي احنا شايفينهم وهم عمليه الملاحظات والتسليم يعني بتتم حتى يعني بأدق التفاصيل في الأرض أو في السقف أو في الحوايط أو في الإضاءة، جامع عنيق ومريح، مسجد يليق بهذا الفرع ويليق بالأهلي والأهلوية. بعد كده المباني اللي هنتفقدها تباعاً، يعني ادي الشماسه اهي اتفردت، لسه بقول لك ايه الكراسي والشماسه اتفردت اهي، جزء منها كبير اتفرد واتفرش بالفعل يعني. حاجه كويسه انك بتسبق تملي الاحداث وبتستعد عشان ما فيش تفصيله تفاجئك. شوف جنينه الاطفال وجمالها ويعني كفاءتها وتعددية الألعاب فيها، ملاهي صغيرة يعني تجمع بين الترفيه. 55 فدان التجمع مش كده؟
التجمع حاجه و50 يعني تقدر تقول 55 دي مرحله اولى ومرحله الحقيقه مهمه جدا طبعا جدا يعني الناس. هو طبعا انت خلي بالك اللي خلاك قدرت تكسب وقت كبير انك الحته اللي كانت فيها تعدي وتجريف جامد جدا للتربه اللي كانت محفوره قدرت تغيرها يعني تنجح في انك تعلحل وتنقل المكان الى ارض اكثر سهوله في التعامل معاها يعني. أيوة. ولا كنت دخلت فيما يزيد عن 150 مليون جنيه بس احلال تربه كان زمانك لسه بتردم فطبعا برضو ده توفيق من عند الله وفي نفس الوقت اتصالات وعنايه بالتفاصيل انك انت تبقى كاداره واخد بالك وبتتحرك وبسرعه وفي استجابه مشكوره جدا من الدوله من الدوله والمسؤولين بجد يعني. هذه الملاعب شكلها حلو ملاعب جهزت بسرعه كويس قوي يعني الناس هتخش تمارس حياتها على طول والاضاءه الكاشفه كمان مهندس محمد سراج مهندس سامح بيشرح له بقى ما هو ابو العروسه سامح هو طبعا مهندس المشروعات الكبيره والكابتن خطيب يدوب يعني ساعات بعد تطوير الكوادر يعني سامح علي كامل ده لعيب فولي في الاهلي ومنتخب مصر ده دخل كليه الهندسه تلقف المهندس هشام سعيد لما لقاه عنده نبوغ في الحته دي وعينه في اللجنه الهندسيه وبعدين مسكه الاداره الهندسيه اثبت وجوده تماما بعد فتره مع المهندس محمود طاهر لحد ما جه الكابتن خطيب تذكره واستدعاه عشان يتسلم التحدي الكبير ده فهو كان على قدر المسؤوليه الحقيقه الحقيقه يعني صديقك الاستاذ طارق انديل كل اعضاء مجلس اداره قدره الاهلي قدره الاهلي انه يشتغل على كل المقرات يعني كل حاجه يعني هدي ده الجميل يعني عجله العمل شغاله في كل المقرات في التطوير لما تروح تشوف الشيخ زايد يعني هنفاجئ ان البوابه الجديده بتتفتح ده على بيتك انت لا اعمل الباب اللي على بيتي لسه شويه لان في يعني جبال من الرمل عايزه تنزل تتفرش لا البوابه اللي ناحيه بوابه الطريق الصحراء دي مهمه قوي دي مهمه جدا دي اللي هتشيل عبء بالباركينج بتاعها عند هتحل مشكله الباركينج بتاعت او ركن السيارات داخل النادي بتاعت الشيخ زايد تماما هتبقى اضافه قويه جدا اللي قدام بيتي بقى لما هعمل لك نفق انت هعمل لي نفق دي لما تتفتح هتيجي بقى عند الصالات المغطاه والجمباز والمش عارف ايه وهتشيل برضو جزء كبير جدا لان البوابه الثالثه دي هتبقى معنيه بالرياضات اللي عايز يلعب رياضه بيخش من هنا فتخطيط ذكي على اسوار النادي كل الانشطه وبوابات متمركزه بعنايه بخلاف بقى طبعا البوابات اللي على الطريق والبوابه الخلفيه خالص دول بتوع الاستاد والمنطقه اللي هتتعمر بعد كده المدينه الرياضيه. ده انت بتتكلم في بص يعني ده الشيخ زايد انت بتفتتح فرع جديد بالكامل عملت فيه هذه النقله الكبيره في مستوى الفخامه في الانشاءات وانت مستمر في تطوير الشيخ زايد واستكمال المرافق بتاعته وشغال في مدينة نصر تطوير مستمر يعني بالكامل بينتهي ده مبنى الاجتماعي ده الكلاب هاوس على مستوى برضو عالي من حاجة حلوة تخليك تفرح والله العظيم بتخليك تقول يعني هو الاهلي ما بيقبلش ليه يكون نمرة اتنين في اي حاجة عشان باصص لبعيد واهدافه بعيده فلما بيحقق بنسبه 98% بيبقى سابق غيره بحوالي 30-40% كمان فشيء يطمنك على النادي الاهلي ومستقبله باذن الله. ده كلام مهم جدا وهو ده المستقبل الكبير للنادي الاهلي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الاهلي طول ما رجال النادي شغالين بهذا القدر الكبير جدا من الحماس والحرص على تطوير كل المنشآت وتعظيم كل الموارد
الأهلي كمان بيحتفل يوم الأربعاء إن شاء الله ظهرا بالمؤتمر الصحفي الأول اللي بيعقد لشركة اتصالات مصر الراعى الرئيسي للنادي في أول إعلان عن الرعاة الجدد للنادي في العقد الجديد عشان يبدأ الأهلي مسيرة كبيرة من الدعم الكبير. خطوات بتقول حاجة بسيطة جدا إن احنا اجتزنا كل التفاصيل أو المشكلات التي كانت تعترض الإعلان عن الرعاة. يوم مهم. ده كلام مهم جدا لكن تبقى ضربة البداية. مقالي ومقاله، أخويا هايص وأنا لايص. طب أخويا اللي هايص معروف. معروف الشعب العربي، الشعب القطري اللي هايص بهذا المونديال الكبير، لكن أنا لايص. الكرة المصرية تشعر بحسرة حقيقية لغيابها عن هذا العرس. تشعر بحسرة إن بينما الآخرون يعملون بمنتهى الجدية للتطوير وإيجاد مكانة وتغيير واقع إلى واقع عالمي، منشغلين بخلافات ومصالح ضيقة، حتى نظام بيعاقب فيه المخلص، بيعاقب فيه الجيد، بتعاقب فيه القيم، بتعاقب فيه الحاجة الصح، وتصدر كل ما هو سلبي ويجرك إلى الخلف. هنفضل في هذه الديلمة منغمسين في هذا الصراع آسف التافه اللي ما فيش حد من قيادات الرياضة شاغل نفسه إنه خرجنا منه. للأسف الشديد ما نشهده العالم كله يرى في صعوبات. طب ما هناك في صعوبات، في لحد النهارده ناس رافضه هذه الثقافه العربيه الاسلاميه وللاسف رياضيين، ولكن انت مجرد ان تثير الجدل ما بقاش هو في الساحه لوحده، عمال بيفرض القيم السلبيه على العالم ويصدر لك ان دي حقوق الانسان ودي ونسي انك وانت منشغل قبل المثليه اللي هما مش ناقصهم حاجه، لان دي علاقات كلها بتمارس في الخفاء. انت يعني كل خناقتك انك تظهرها. طيب المصايب اللي انت تسببت فيها للعالم. كويس. الصراع البيولوجي اللي اسفر عن اكبر مصيبه صحيه واقتصاديه، كورونا وتحوراتها. الصراع العسكري السياسي المنغمس في تحريك القوى الاقتصاديه، كل دي رجال سيبك من اللي بيحكموا، تجار السلاح، تجار كل ما له علاقه بالحروب، بالديرتي بزنس، بالحروب. هيدي لك الطلقه ويدي لك المرهم، هيولع فيك ويعالجك. الشركه دي بتاعته والشركه دي بتاعته. وبعدين يقول لك ايه؟ اعاده الاعمار، ويروح داخل بقى بشركاته يدفعك دم الخراب اللي هو تسبب فيه. يبني اللي هو هده. ويكلمك على حقوق الانسان ويقول لك وانت بقى عمال تعادي كل النزيف ده، يقول لك انت ازاي مش معترف بحق المثليين؟ لا يا شيخ. ده ايه السماجه دي؟ ايه الوقاحه دي؟ ليه؟ لان احنا ما احناش فايقين ندافع عن قضايانا. فتأتي هذه البطولة ربما لتلقي الضوء ان لا في قيم هنا. طيب انا لو خرجت من بره هذا المفهوم في صراع القيم اللي موجود الى الصراع الكروي، في حسرة حقيقية ان الكرة المصرية تصدق بالله غائبة عن كأس العالم. هي حسرة وفرحة. وفرحة طبعا. الملعب يعني انت لما تيجي تقول هي قطر هزيمتها الكبرى في الكوره في الملعب، لكن الملعب نفسه انتصار. يعني الملعب اللي هم قاعدين بيلعبوا عليه انتصار للقطريين، ما يدور في الشوارع انتصار للقطريين، ما يدور عبر وسائل الاعلام حتى من تناقضات وتناحر ويعني صراع قيمي انتصار للقطريين. الالحاح في فرض
تعليمك انك تبقى سهله المتناول اللي عايز يكون يطلع. هو انت ليه المسلمين بيفكروا كده وايه بيفخروا بدينهم قوي كده؟ ليه متمسكين بيه لدرجه يعني دون ارواحهم اي اهانه لهذا الدين؟ ها؟ بيقول لهم طب خدوا بالكم، ادي انا هقول لكم 1 2 3. جابوا معنيين بالتفصيل لدرجه ان قالوا الاذان لازم يرفعوا واحد صوته جميل عشان ما يبقاش منفر. ده مؤكد في تفاصيل هذا الكلام. اذا انا بس انا عايز افصل انا هريحك عشان تنقل. عايز تنقل. كل شيء خارج الملعب فيه انتصار ما عدا الهزائم التي يتلقاها المنتخبات الافريقيه والاسيويه والعربيه حتى الان، وهي هزائم لا تليق بالكره الاسيويه والافريقيه. ولكن والمدهش والمتناقض، واحنا بنلقى الحسره، يبقى الايجابيه الكرويه الوحيده التي تحققت على هامش هذا المحفل الذي حققها المنتخب المصري امام بلجيكا بالفوز عليه 2-1 بره الدوحه، ولكن على هامش. هو الفريق البلجيكي ده المصنف رقم 2. فلما نيجي نشوف النهارده هزيمه لايران، لا تصدق انا فرحان في كروش. اتنك علينا يا ابراهيم. انا هجيبك يعني اتنك علينا وكانه يعني وصلنا للي احنا عايزينه واحنا ما بنحفظش الجميل. لا طيب، الحقيقه واحنا بنتكلم على المنتخبات الافريقيه اللي موجوده والمنتخبات العربيه، سواء عرب اسيا او عرب افريقيا، بنتكلم في تونس والمغرب من افريقيا، وبنتكلم في السعوديه وقطر من اسيا، بنتكلم في الكاميرون وغانا، وبنتكلم في السنغال، بقيه المنتخبات الافريقيه المشاركه. منتخب مصر على طول تاريخه العريق مع كره القدم باعتباره الرائد في القاره، عنده 3 مشاركات في كاس العالم، وكانه مكتوب علينا الغيبه الطويله. نروح سنه 34 وقت ما كان كل الدول الافريقيه المشاركه والعربيه تقريبا ما عندهاش مقومات دوله بعد. كنت انت في كاس العالم، البطوله دي الرياده دي هي الرياده المبكيه بالنسبه لنا، الرياده اللي تبعث على الحسره بجد. انت كنت في كاس العالم سنه 34، ثم غبت طويل جدا ورجعت، رحت سنه 90 وغبت تاني ورجعت سنه 2018. المسافات البعيده بين كل مشاركه بتكشف عن اولا انت بتفتقد نظام كروي سليم. انت بتروح بالصدفه، ما عندكش نظام كروي حقيقي يفضي الى تفوق دائم يضمن لك المشاركه. ما بتروحش باقوى العناصر لديك، يعني احنا الجيل اللي هو اللي كان ممكن يحقق نتائج على مستوى العالم، جيل الكابتن حسن شحاته، جيل الاجيال بتاعه اللي كانت تحت رعايه الكابتن حسن شحاته، وجيل حسن شحاته نفسه الخطيب وفاروق جعفر في السبعينات، ده مليان لعيبه مرعبه، ورغم كده ما حققش شيء. طيب وقتها في السبعينات ما كانش عندنا تنظيم حقيقي، لكن بعد ما رحنا 90 فرضنا الاحتراف، فرضنا نظام مشوه، بقى عندنا عشوائيه حقيقيه. يعني ما كانش عندك قننا العشوائيه، ما كانش عندك تنظيم حقيقي، اصبح عندك عشوائيه حقيقيه. ثم انتهت المسألة انك انت من بعد 2018 دخلت في تخبطات كتيرة جدا. العشوائية اللي موجودة خلتك مثلا تصنيفك يتأخر كتير، ما بتلعبش ماتشات دولية وما بتفهمش ليه، ثم لما بتلعب في إهمال. طب بس وبعدين لما بتجيب مدربين، لا اصل ما بتلعبش ماتشات دولية، اصل دي هم شايلوها للكابتن حسام البدري. خلاص ماشي. انا حسام البدري لسبب او اخر مش عايز العب، انا عدل القيادة. فين نظامك انت اللي بتفرضه؟ فينك انت يلي عندك الرؤية اللي بتقول لا العب، لان احنا لو غبنا تصنيفنا هيتراجع. ما هي مش بمزاج الكوتش. هو لو عارف ان ده، بفترض ان هو السبب، وانا اشك ان يكون هو السبب، لان واضح ان ما كانش فيه رغبة ان يلعب الماتشات دي. مش عايزين وجع دماغ يعني. المهوات وبعدين ما هو ما تجيب لي راجل مدير بنكي ورئيس اتحاد، هو ده يعني لم يمارس العمل الاداري في اتحادات ولا قبل كده، كل دوره انه يتعين
في نديف فتره من الفترات. مش هو ده يا جماعه التخطيط؟ هو راجل اجتهد خلاص، انا مش بهاجمه، الراجل اجتهد، ولكن هيغيب عنه نقطه زي دي ما كانت لتغيب عن حد محنك في الاداره الكرويه، ابن اللعبه، عارف ان لا ما نقدرش نغيب. طب وحاليا ايه اللي بيدير؟ ما هو اللي يعني حتى لما قلت انتخابات طيب ما بتفرضش وما بتقدمش العناصر اللي فعلا مؤهله وقادره على انها تعمل رؤيه وتدير بشكل صحيح. ليه بقى؟ انت طرمت وشوهت مهمه الجمعيات العموميه. ما اصبحوش بيؤدي الدور بتاعهم، معذورين، هم غارقين في مشاكل بتتحلهم وقت ما قرب الانتخابات بتتحل بنوع من الاستقطاب. هم مش عايشين، مع انك لو قعدت مع كل واحد فيهم، وانا ليا تجارب مع كثير منهم، مش راضيين عن الاوضاع وشايفين ان ده غلط. ما بتحلش يا استاذ ابراهيم. في الرياضه ليها اب هنا في مصر ومحطوطه في الدستور، امن قومي. هو مطلوب يتقال ليك القياده السياسيه تنظر الى الرياضه انه امن قومي. الدستور بتاعك بيقول لك كذا. بترتبط بصحه الشعب العامل. الله. وبترتبط بمشاعر وبينزل الشعب. رئيس الدوله يركب عجل وينزل الساعه 5 الصبح. بترتبط بمشاعر الناس. عادي يقول لك الرياضه وقيمتها في حياتك. طيب انا بقى لما اكون مقاليد الرياضه في ايدي، عندي مهمه ان اضبط اداء. اوعى تقولي هو ممكن يكون مركز اكتر في نشر اللعب والعنايه بمراكز الشباب، وممكن، لكن مين قال ان قطاع البطوله ده، قطاع البطوله ده هو الفاترينه بتاعتك اللي بتقول وهتعلم كل الناس بما فيها المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمؤسسات الصغرى والكبرى. الكوره الرياضه ليك نجاحات فرديه في الرياضه، لكن مفيش استراتيجي، مفيش سياسه. ما تقدرش تقول ان دي، يعني تبص تلاقي ضحايا صراعات، المصارعه ضحايا صراعات، الاثقال ضحايا صراعات، بتتحرم من بطولات وميداليات عالميه في دار نتيجه هذه الصراعات. ما حدش بيحل، والحل مش ضروري بالحل، الحل بالقعده. انا في كبير هنا للرياضه، لا انت وهو في كشف حساب هيتقدم، عايزين ايه؟ لو انت خدت الامكانيات دي شغلك هيبقى سليم، مش هسمع شكوى. طيب اتفضل، وهحاسبك ويبقى في حساب. انما انت تروح تكتشف الخطا وبعدين تقول مش من مسؤوليتي ان انا اخد القرار. طب ما هو خلاص، ده انت كده ايه، يا ريتك ما رحت، لان كان خايف اللي انت رايح تعاسبه ده كان خايف انك تروح له. فانت رحت له ما عملتش حاجه، هيخاف من ايه بعد كده؟ طيب ده انت لايص وانت متحسر على غياب منتخب مصر، لانك انت بتفتقد النظام الكروي الثابت. منتخب ناشئين تقريبا لم يتاهل لكاس العالم في مرحلته السنيه من سنه 97 لما انت نظمت البطوله. فانت ما عندكش النواه الحقيقيه اللي بتبني عليها، فعايز النتيجه تبقى ايه؟ ثم منتخب اول، احنا وصلنا لفترات ان انت بتجيب مدرب لمده 15 يوم وبتشيله. ازاي جبته وازاي شلته؟ وازاي جبت كروش وازاي مشيته؟ ثم ازاي بترجع تجيب مدرب اجنبي؟ وهكذا. انت بتفتقد الاستراتيجي الثابت، ما عندكش نظام كروي، ما عندكش عناصر حتى اللي بتدير تملك هذه الرؤيه. وجمعيه عموميه بيتاثر كتير على قرارها، ففي النهايه بيكون الاختيار والانتقاء بهذا الشكل الضعيف جدا في المكون العام بتاعه اداريا. كل اهل الخبره وكل العناصر الصالحه انها تقدر تدي نموذج حقيقي بتبتعد، لانه مناخ فعلا لافظ ما هوش جاذب للكفاءات، ما فيش تمكين حقيقي للكفاءات الاداريه الصالحه فعلا واللي قادره تخلق نظام. ثم ما عندكش نظام حتى لمسابقاتك. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا هنلعب بطوله كاس مصر بتاعت السنه اللي فاتت، وهنفضل في الديلمه دي كتير. فانت على كل المستويات عندك عشوائيه حقيقيه بتكون نتيجتها مع كل كاس عالم الا القليل ما ينوبنا الا الحسره
وان احنا نقول كنا وكنا 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 هناك في سنة 34، لكن للأسف هكذا أصبحنا اليوم نتابع كل كأس عالم من مقاعد المتفرجين فقط. نتيجة إيران النهاردة بتقول لك البلوى اللي كنا فيها والنصيبة اللي كنا فيها. أيوه. اللي كان الناس فرحانة قوي، أنت عايز إيه؟ أنت لعبت فاينل وخسرت بضربات الجزاء في الأمم الإفريقية، وخسرت في ماتش مباراة التأهيل بضربات الجزاء. ما هو عشان أنت فرحان وشايف إن السنغال أقوى منك بكتير. لكن لو أنت مقتنع إن أنت أقوى وإن ده مكانك الطبيعي إنك تكسب دي وتكسب دي، والمدرب قادر يعرف هويتك، لكن ده جاي بيجرب فيك وضيع ثلاث اربع، مفيش مدرب جات له فرصه ذهبيه زي كيروش ده. لعب كاس العرب بدون ضغوط. ايوه. وبعدين حول كاس الامم الافريقيه الى انها وسيله للاعداد. ايه ده؟ ايه الاستهتار بمشاعر المواطن الكروي المصري ده؟ والناس فرحانه وعمالين يدافعوا. ده كويس اللي ما رحناش كاس العالم والراجل ده معانا، كنا احنا الستة دول من نصيبنا احنا. طيب ده الوضع اللي احنا فيه دلوقت، لكن الوضع اللي هناك العالم كله فيه كان لازم نبص له جميعا من الغربال. كرنفال المونديال، كرنفال حقيقي. المهندس عادلي اشار في البدايه الى انه السمه الحقيقيه اللي ظاهره من البطوله انه قطر الدوله المنظمه قدرت تفرض مقومات ومكونات الهويه العربيه والثقافه الاسلاميه كمجتمع منضبط، فرضت قيمها وفرضت نظامها على كل الضيوف، حتى انه الرجل انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي اعلن احترامه لده وقال تعبير لما تم منع الخمور في محيط الملاعب، قال لك ما اعتقدش حد هيحصل له حاجه لو قعد ثلاث ساعات ما بيشربش، لكن نحترم ثقافة الشعوب ونحترف من النظام. وتم فرض كل القواعد السلوكية والانضباطية من قبل دولة قطر كلجنة منظمة على العالم كله، منع تماما لوجود مسيرات للمثليين في قطر، حتى الإشارات والإشارة الكابتنة اللي كانوا بيعلقوها فيها ألوان تدعو لهذا التضامن قال لك لا. أسرة الفيفا أعلنت احترامها لده، المجتمع الدولي أعلن احترامه لده. فده المكسب الحقيقي، إن أنت لقيت مناسبة تفرض من خلالها أولا هويتك وثقافتك، رقم اتنين لقيت فرصة إن أنت تصحح فيها الصورة الذهنية للغرب عن العالم الإسلامي، الإسلاموفوبيا اللي كان بيجتاح العالم وإنه بينظر لأي مجتمع مسلم أو عربي على إنه مجتمع إرهابي وعنيف وقاتل و و و، لقيت فرصة إن أنت تكلمهم عن السماحة، عن التصافح، عن المحبة، عن التواصل بين كل الديانات وبين كل القيم المجتمعية، كل ده أنت قدمته لهم في صورة هذا المونديال. حتى هذا الشاب القعيد اللي تم تقديمه يقرأ قرآن، رسالة إنسانية، رسالة فيها مضامين إنسانية عميقة، راجل مبتور الساقين وجاي ماشي على ايديه ويقرا قران في الافتتاح، اول بطوله لكاس العالم. طيب. في تاريخها تفتتح بايات الذكر الحكيم. الصوره دي مين اللي معاه؟ الراجل اللي كان مورجان فريمان. اشهر واعظم ممثل عالمي. ايوه. اسمر البشره. هذه رساله، بقيه الرساله. ايوه. نحترم اصحاب الاحتياجات الخاصه ونحترم الإنسان أيا كان لونه أو معتقده أو دي أو لغته. لقطة فيها تلخيص للقيم اللي عايزة تدعمها في، أيوة. في العالم كله على فكرة، كل ده ترجم مؤكد عند الناس طبعا، ده مش اختيار عشوائي. أن يبقى واحد ديسيبل مع رجل أسمر عبقري يقف له العالم كله احتراما. أيوة. في فنه. أيوة. القوى الناعمة. أيوة. كلام يا استاذ ابراهيم عن 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 شموليه النظره الثقافيه والرسائل التي اطلقتها هذه البطوله كلام كثير جدا ورائع. طب انا اقول لك حاجه، انا بشيد بان العمل الذي دار من خلال يعني استضافه الرؤساء وحطهم في بوجه بعض
اختصر كثير من الجهد الدبلوماسي اللي كان في حرج يعمل اللقطات دي ازاي ومش عارف. ها؟ نجاح دبلوماسي وسياسي، ولكن ما دار على أرض الواقع من التلاحم الجماهيري العربي في تشكيل مجموعة متنوعة من الجنسيات العربية الأسيوية الإفريقية، ها؟ تروح تشجع كل الفرق دي، كل فرقة عربية. طيب أليس هذا توحيدا للشعوب؟ ما هذه رسائل الرياضة أستاذ إبراهيم. طيب إلى دوحة المونديال معنا على الهاتف الصديق العزيز والكاتب الصحفي اللبناني المتميز الأستاذ علي الزين. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير عليك أستاذ إبراهيم، نحييك ونحيي أستاذنا الكبير عدلي الكايعي، وأنا سعيد بالتواجد معكم كما دائما. شوف أنا عارف إن أنت كنت محتاج يكون الحديث عن الأهلي، لأن أنا عارف قد إيه أنت متأثر بالأهلي وقد إيه متحمس لنموذج الأهلي، لكن خلينا كاس عالم دلوقتي. طبعا الاهلي كل دقه وكل ثانيه، لكن هلا الحدث بيفرض نفسه طبعا. صحيح. قول لي حضرتك، انا شايف ان انت يعني موجود عندك وبتغطي البطوله عن كثب، ايه المشاهد اللي انت راصدها وانطباعاتك حتى الان؟ يعني يا استاذ ابراهيم، شيء بيفرح القلب اللي عم بيصير بالدوحه، في الدوحه يعني قطر أوفت بوعودها، وعدت وأوفت رغم كل المشككين اللي كانوا على مدار السنوات الماضية يعني عم بيشككوا بقدرة قطر، والإعلام الموجه بالغربي اللي ما خلى شيء ما كتب عنه، لكن قطر أثبتت منذ الافتتاح أمس إلى اليوم أنها ستقدم مونديال يعني الأفضل في التاريخ كما وعدوا من اليوم الأول، ونحن هذا الشيء عم نلمسه من مباراة الافتتاح وحتى من قبل الافتتاح لما الملاعب كانت جاهزة من قبل سنة تقريبا، لما البنية التحتية كانت جاهزة من قبل فترة طويلة. يعني انت عم تلعب كأس عالم براند نيو مثل ما بقولوا، يعني اللبس الاولى بكل شيء. فحتى الان الكل سعيد، التنظيم على اعلى مستوى، في انسيابية بدخول وخروج الجماهير، محطات المترو شغالة بقوة يعني بقوتها القصوى، المواصلات على اعلى مستوى، الجماهير مستمتعه جدا، حضور جماهيري من كل انحاء العالم، وهذا الشيء بتشوفه بكل الاماكن، الاحتفالات اللي قطر قدمتها ان كان بسوق واقف ولا في مدينه لوسيل او في كتارا او مدينه الخور او حتى في مدينه الوكره او حتى الكورنيش، فبتلاقي الجماهير من شتى انحاء العالم متواجدين بما فيهم الجمهور المصري. فكرة المنتخب الجماهير بقى، ان الجماهير العربية كلها تتوحد في مدرج واحد عشان تساند كل المنتخبات العربية في مبارياتها، انت شايفها ازاي وقوتها عاملة ايه؟ لا هيدي خطوة رائعة جدا جدا ورائدة جدا. يعني هي سموها رابطة الجماهير العربية، لانه المونديال استاذ ابراهيم لاول مرة يقام على ارض عربية. أيه. فلذلك حاولوا انه المنتخبات العربية تلقى مؤازرة من كل الجنسيات العربية الموجودة في الدوحة، وهذا الأمر اللي صار. يعني بتلاقي على المدرج في اللبناني، في المصري، في المغربي، في التونسي، في الأردني، في الفلسطيني، في الموريتاني، في السوداني، من كل أنحاء العالم العربي، الكل متحدين لتشجيع المنتخبات العربية. امبارح كان في مجموعة متشجع قطر، بكرة مجموعة حتشجع السعودية، اللي بعده حتشجع تونس والمغرب. فهيدا امر ايجابي جدا بعتقد انا، ونحن كعالم عربي محتاجين اتحاد، محتاجين الوحده، محتاجين نرجع نتكاتف وتكون ايدينا مع بعضنا، حتى لو كان بكره قدم، بدايه بكره القدم، بكره بترجع الامور لطبيعتها، لانه بالنهايه ما بيصح الا الصحيح. فهيدي خطوه رائده، يعني انه رابطه الجماهير العربيه تكون خلف المنتخبات العربيه، وانا شايفها خطوه مميزه جدا، وممكن تفتح الآفاق جديدة بالمستقبل. هي يعني فكرة، أنا تصوري أنها حققت ما كان يبدو مستحيلا، أن احنا نتجاوز خلافاتنا الحقيقة السلبية البسيطة اللي ملاش معنى، ونقول أن قوتنا في وحدتنا بنموذج عملي على أرض الواقع، فنختصر الزمن والمسافات بهذا التكوين اللي تم، والذي يجب ان ينمو وان يشجع من كل
يعني هنقول ايه، الوطن العربي الشعوب عملت اللي عليها، فلتتلقف الحكومات هذه المبادرة. والله هي شوف استاذ عبدي، انا معتقد انه الخطوه هذه في لها يعني تشجيع ودعم من اعلى مستوى. لذلك لما قلت لك خطوه خطوه يبنى عليها، كنت عارف شو عم اقول انا، لانه الحمد لله اذا بتشوف امبارح بحفل الافتتاح التواجد العربي الكبير اللي كان موجود من اعلى المستويات واعلى الهرم وانت نازل، باكد لك انه لما قالوا ببدايه فوز قطر في حق تنظيم المونديال، وقالوا هذا مونديال العرب، مونديال المسلمين، مونديال العالم العربي، امبارح اثبتوا هذا الشيء قولا وفعلا. كل يعني تقريبا كان في رؤساء دول عربيه موجودين، قيادات عربيه موجوده على المنصه، كان في جمهور عربي من كل الجنسيات، فهذا الشيء لمسناه بالواقع. قبل فتره كان في عندنا كاس العرب بالدوحه، وكانت رساله سلام كبيره، وشفنا حفل الافتتاح كيف كان، وكانت كل الناس الى الان تتحدث عن ذاك حفل الافتتاح. امبارح كانوا عم يثبتوا هذا القول بالفعل، انه المونديال جامع، المونديال اللي جعلنا ايد واحده، وان شاء الله دائما بنكون ايد واحده. وانا بشد على اللي قلته يا استاذ عدلي وانت استاذنا جميعا، انه قد تكون خطوه تتبعها خطوات بهذا الامر. طيب النهارده حتى الان نتائج الثلاث مباريات، قطر بتخسر مباراه الافتتاح من الاكوادور، ثم الانجليز النهارده بيكسبوا ايران 6-2، والسنغال بتخسر كمان من هولندا 2-0. المؤشر الفني شايفه ازاي؟ المؤشر الفني يا زميلنا ابراهيم بيقول انه لحد الان الكره الاسيويه والكره الافريقيه في مهب الريح الى الان في البطوله. نامل ان تتغير الصوره، لكن يبدو انه الكره الاوروبيه لا زالت يعني تسير بتصدرنا باشواط كبيره، يعني وحتى كره امريكا الجنوبيه امبارح بمباراه الافتتاح كل شيء كان بالافتتاح مميز الا اداء المنتخب القطري في مباراه الاكوادور. اليوم كما هو معروف المنتخب الايراني منتخب قوي جدا وصلب جدا، لعيناه مترنح ويعني واشلاء منتخب امام المنتخب الانجليزي اللي كان ممكن يفوز ب10 اهداف. منتخب السنغال صمد حتى الدقيقه 80، لكن يبدو غياب ساديو ماني بياثر على المستوى الهجومي للفريق، وسقط امام منتخب هولندي عادي جدا بهدفين مقابل لا شيء. لذلك اعتقد انه الكره الافريقيه والاسيويه لم تقدم الانطباع المرجو منها في اول مباراتين، لكن كما هو معروف انه بالبطولات الكبيره والبطولات ككاس العالم، بطوله اوروبا، كاس افريقيا، حتى بكاس اسيا، المستويات الفنيه تبدا بالظهور بعد المرحله الثانيه. نامل ان تتحسن الاوضاع، يعني نحن كعرب وحتى كافارقه واسيويين انه يكون مستوانا افضل من اللي ظهر باول يومين. مباراه السعوديه في الغد مع الارجنتين حضرتك شايفها ازاي؟ والله اول شيء خلينا نحكي عن الاجواء الجاليه الارجنتينيه او الفريق او الجمهور الارجنتيني، يعني فعلا بحضور كثيف في الدوحه، يعني هذا مشجع جدا. وايضا الجمهور السعودي وزحف خلف المنتخب السعودي، خاصه انه الطريق البري مفتوحه على مصراعيها، بوضعوا قوانين تسهل وصول الجمهور السعودي الى الدوحه. اعتقد بكره استاد لوسيل اللي هو الاكبر 80,000 راح يكون مقفل بالجماهير، هذه كبدايه. طبعا المنتخب الارجنتيني الكل عم يرشح الارجنتين لاحراز اللقب لاعتبارات كثيره، منها انه الفريق لم يخسر باخر 3 سنوات. المنتخب السعودي بيعرف المباراه قديش صعبه، وبيعرف انه عم يلعب مع الفريق الافضل ومع اللاعب الافضل بالعالم، لكن هو حيلعب باعصاب مرتاحه، لانه بنذكر قبل اسبوعين او ثلاثه استقبال الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي طلب من اللاعبين الاستمتاع وما طلبهم بنتائج، لذلك هو خفف العبء عن المنتخب السعودي. فاتوقع المنتخب السعودي يقدم مباراه جيده، لكن النتيجه ما بدنا نوضع ضغط على اللاعبين لانه بنعرف الفوارق بين المنتخبين.
رينارد يبقى عنده صعوبة كبيرة في السيطرة على ميسي؟ يعني هلأ إذا هيرفي رينار بدي يلعب، أنا بعتقد بدي يلعب بمنظومة فريق متكامل، لاعب 1-on-1 على ميسي. نحن بنعرف كلنا إنه هذا ضرب من الخيال، ما في لاعب بالعالم بموجود حاليا بيقدر يوقف ميسي إذا لعب عليه مان تو مان. لذلك على هيرفي رينار إنه يمنع الكرة توصل لميسي عبر يعني خطة متكاملة، خطة تكفيف المنابع يعني. تجفيف المنابع. تجفيف المنابع صحيح، هذا الكلام الصحيح. تجفيف المنابع حتى ما توصل للخطوط الأمامية بوجود ميسي ولوتارو مارتينيز والمجموعة المتميزة في الأرجنتين. لا تتوقع إنه المنتخبات العربية والأفريقية تلاقي السهولة في إن هي تعدي مرحلة الدور الأول، ولا الأمر مش سهل؟ هلا أنا بتوقع يعني ما عندي احساس ان المنتخب المغربي قادر على التأهل للدور الثاني. يمكن يكون غلطان، بس انا من رؤيه فنيه بعتقد انه المنتخب المغربي حيواجه المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي بالمجموعه، ولا اعتقد انه المنتخب الكرواتي او البلجيكي بافضل حالاتهم بهالفتره. الفريقين وصلا الى مرحله متاخره، يعني معظم لاعبين وصلوا لمرحلة ما قبل الاعتزال، لذلك في فرصة كتير كبيرة للمغرب، خاصة بعد المستوى الفني اللي شفناه بالمباراة الأخيرة أمام جورجيا. المنتخب المغربي قدم مباراة رائعة جدا والفوز بالثلاثية، فأعتقد أنا إحساسي ورأيي الفني المتواضع بقول المنتخب المغربي الأقرب للتأهل. فوز منتخب مصر حتى ولو كان وديا على بلجيكا كسر شوكة البلجيك شوية بالنسبة للمغاربة؟ طبيعي بيعطي معنويات للمنتخب المغربي، انه المنتخب البلجيكي حتى لو كان موجود فيه دي برويني ولوكاكو، لكن مش هو المنتخب البلجيكي اللي كان قبل 4 سنوات او قبل ببطوله اوروبا. فاعتقد انه لانه في قادر، وخاصه انه منتخب مصر يعني اعطاهم مثل ما بيقولوا رشدت الفوز على بلجيكا رغم انه المباراه وديه. طيب على المستوى الصحفي بقى والاعلامي، وحضرتك متواجد في وسط الصحفيين والزملاء الاجانب كلهم، شايف مردود فرض الثقافه العربيه والاسلاميه على اجواء المونديال، مردودها على المستوى الاعلامي ايه؟ لا شوف استاذ ابراهيم، هي تعتمد على الدوله. يعني لحتى الان بتحس في يعني اعلام انجلترا او اعلام فرنسا او الاعلام الالماني او حتى بعض الدنماركيين بتحس عندهم اجنده، بتحس انه مهما قدمت لهم من حقائق وفتحت لهم يعني افاق الدوله واخذتهم يشوفوا بام العين، لكن في اجنده هن مركزين عليها هي حقوق العمال مثلا والمجتمع الميم، فهيدي يعني شغلهم الشاغل. لكن غير هيك الكل مستمتع، شوف الاعلام الارجنتيني، الاعلام البرازيلي، وسائل الاعلام الاسيويه، اليابانيه، الصينيه، هي موجوده. يعني هدول دول تعتبر رائده بهالمجال، كلهم موجودين ومستمتعين باستثناء اللي تحدثنا عنهم اللي هن اللي هو اوكي عنده اجنده اصلا. هون ما قلت لك انا جايين باجنده، وهيدي الاجنده لا انا ولا انت رح نحن نقدر نغيرها. نحن عم نقدم مونديال متميز جدا والناس مستمتعه، وهن خليهم يعني عايشين بهذا الجو. اساسا يعني بدات الناس تململ حتى في بعض دول الخارج من هالتركيز الدائم وصب الاخبار المغلوطه، فبداوا يفقدوا الكثير من المصداقيه. وكلام رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انفانتينو كان واضح بهذا الاتجاه، حيث صوب على الكثير من النقاط اللي عرت هذا الاعلام الغير واقعي. باشمهندس عندك؟ لا ده هو يعني الحقيقه حطتنا في صوره كامله، كملت لنا معلوماتنا وكل الامنيات الطيبه بقى لما تبقى من فرق عربيه وافريقيه واسيويه انها تشرفنا وتقول لا عندنا كورة وعندنا نجوم مهمين. وأنا معاك أن المغرب أقرب نموذج، والسعودية ممكن يحققوا نتائج طيبة في هذا الأمر.
ان شاء الله بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه، وانا سعيد اني متواجد معكم، وعلى امل بعد البطوله ومتعه كاس العالم ان شاء الله نرجع نفتح صفحه النادي الاهلي، لانه الاهلي يبدو ببدايه موسم واعد. وانت بتعرف انا متابع يعني نهم لاخبار النادي الاهلي، واتمنى يرجع الاهلي يفرحنا كما فرحنا كثيرا ودائما. طب انا يعني لازم أنا اسالك بما يسعدك، ازاي شفت الفتره الاخيره الاهلي وتجربته في بدايتها؟ لا الاهلي يعني ببدايه هذا الموسم واضح انه هذا موسم ان شاء الله بيكون موسم الحصاد بالمدرب الجديد باللاعبين الاجانب الجدد وبالفوز الكبير اللي اتحقق على نادي الزمالك بمباراه السوبر مع الاداء اللي قدم الاهلي، واثبت انه الاهلي واضح انه بده يستعيد الصداره ويستعيد الرقم واحد والزعامه، وهذا شيء مش جديد على النادي الاهلي. دائما انا كنت اقول الاهلي بيكون بفتره هبوط اضطراري، تغيير جلد، تغيير يعني يعمل ريفرش لقوته، دماء جديده، ثم بتعود تنطلق وبيرجع بيسيطر مثل العادي، يعني ما في شيء جديد. ان شاء الله يا استاذ علي، ودايما سعداء بالتواصل مع حضرتك. انا سعيد بالتواجد معكم، وان شاء الله اللقاء القادم بيكون بالقاهره. ان شاء الله تشرف وتنور، احنا يعني دعوناك كتير بس انت واضح ان انت مشغول. لا لا قريبا ان شاء الله بنجيكم باقرب فرصه. تنور وتشرف دايما. وجودكم يعطيكم العافيه وشكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي المتميز الاستاذ علي الزين، متحدثا من الدوحه، واعتقد وصفا لاجواء المونديال برؤيه فيها كتير من العمق العربي. لا طبعا راجل عنده خبرات وبيروح للمعنى باكثر جمله واصدق الجمل، تقدر تتابعه وتاخد منه اللي انت عايزه. وبعدين عارف ان هو لازم يتكلم على الاهلي. هو لازم يحلي بالاهلي. جميل. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه التواصل في مباريات كاس العالم بدات الناس كلها تنتبه لقوه المنافسه. النهارده لما منتخب السنغال يخسر من هولندا 2-0 في وقت متاخر، ايران بتخسر من انجلترا 6-2، وبتتلعب مباراه امريكا ويلز حاليا. لكن كان الملاحظه يا باشمهندس، وامبارح طبعا قطر بتخسر مباراه الافتتاح 2-0. الملاحظ انه على المستوى التحكيمي 4-1 انا اسف، على المستوى التحكيمي الملاحظ جدا انه الوقت البديل كتير، بمعنى ان انت فيه امبارح او النهارده بيتحسب 14 دقيقة في مباراة إيران في الشوط الأول وقت بدل ضايع، والشوط الثاني 10 دقايق. بالسؤال لخبراء التحكيم قالوا إنه في تعليمات من لجنة الحكام الدولية بالدقة في احتساب الوقت البديل. لازم الحكام ياخدوا بالهم قوي إلى ما يقرب الستوب ووتش، يعني ممكن يكون بيوقف الساعة لما الكرة بتتعطل. على ده الفير. لانك انت الوقت الضايع ده سايبينه لكل حكم ولكل فريق يعمله بالاسلوب اللي يعجبه. فبيؤثر، يعني هو انت اقتربت دلوقتي من كره السله. ايوه. انك يبقى دقيقتين تلاقيك بتلعبهم في 10 دقائق دقيقتين دول. الوقت الحقيقي مهم جدا انك تلعبه، ده العدل يعني. ده كده الهاني سليماني بقى الوقت هيوصل الشوط ساعتين. ما هو هاني سليماني بيستفيد من ايه؟ هو نفسه هيغير التكتيك بتاعه. يعني التكنيك والتكتيك بتاع الفرق والتكنيك في اهدار الوقت هيتغير لما يلاقي صفاره الحكم بالظبط، لما تكون فرقه عارفه ان الحكم مش هيحسب عليه ضربات جزاء. اسلوبها الدفاعي هيبقى عامل ازاي؟ هيتوافق مع هيبقى في عنف وجذب وشد وطبعا هيبقى كل الوسائل اللي تحول دون يعني انك تشكل خطوره. طيب لو بقى ابتدى يحس هو نفس اللاعب بان الصفاره هتتغير مره اتنين، هيغير اسلوبه في اللعب، قطعا هيغير اسلوبه في اللعب. طيب انه قطر تخسر بالاربعه في الافتتاح دي هزه كبيره لصاحب الارض؟ هي هزه يعني تضايق. بتفكرني
لما مصر استضافت الأمم الإفريقية وعملنا تنظيم على أعلى مستوى واهتمام على أعلى مستوى، ويأتي إعداد فريقنا مخيبا للأمال. قطر اتغلبت اتنين، ما هو الماتش خلص اتنين. انت انا قلت اتنين انت رقصتني. لا في حد خسر اربعه يا حبيبي. لا هو ماتش واحد امبارح يا ابني. انت 2-0؟ اه 6-2. اه 6-2. اه قطر خسرت 2-0 بس الناس زعلانه. زعلانه من الاداء. لا هي انا اقول لك على حاجه، صديق قال لي قطر اهتمت بكل حاجه ونسيت المنتخب. لا بالعكس، يعني هم عملوا حاجه ممكن يعني تكون واضح انه المنتخب اعداده للمباراه. لا هو عملوا ايه؟ الخضة عملوا ايه؟ خدوا اللعيبه الدوليين عزلوهم، ما بيلعبوش الا ماتشات دوليه، ما لعبوش الدوري. ما لعبوش اي ماتشات تانية. فذهبوا بتحليلهم انك انت مهما لعبت ودي مش هتجهز زي ما تكون بتلعب تحليلات. انا متاكد ان مسؤوليه اللعب في مباراه افتتاح كانت كبيره، بس كبير الضغوط بتاعت الافتتاح. طبعا ضغوط، وهو يعني انا اتلخبطت ليه؟ لان الترجمه بيقول لك كان ممكن تخسر، يعني كان الالحاح ان الفرص اللي ضاعت الحقيقيه والاجوال اللي اتلغت. في جون اتلغى باين في جون اتلغى. انت بتتكلم في اللي كان ممكن يخلص. لا يعني كان ممكن يخلص اكتر من اربعه كمان. الاعلام لما بتناول يعني كان بيتكلم ان الهزيمه كان ممكن تبقى ثقيله، وهي الثقه للهزيمه في الاداء. ما هو اتنين ممكن كويسه مش وحش، واخد بالك؟ لكن الاداء ما كانش اعلى حاجه. ومن مين؟ الاكوادور. ما هياش يعني النهارده ما تقول انجلترا كسبت ايران 6، هزيمه مزعجه، لكن من مين؟ من انجلترا. طيب انجلترا كسبت ايران 6-2. هقول لكم بقى صديقكم العزيز كارلوس كيروش، ولما كان المهندس عادل يقلب عليه يقول لك كيروش، هو النهارده كيروش. لا ده كيروش قوي. كيروش بعد المباراه قال لك الهزيمه من انجلترا، قال لك استطيع ان انا اقول ان احنا كنا جاهزين بشكل جيد للمباراه. الاشياء اللي تعلمناها اليوم ضد الانجليز تخلينا نستعد اكتر لمواجهه المباريات اللي جايه. قال ان جميع الايرانيين مرحب بيهم في الملعب، من حقهم ان هم ينتقدوا الفريق، لكن الناس اللي جايه عشان تزعجنا وتزعج الفريق وتضايقني لا بلاش منهم. والله انت اللي بلاش منك. ايه الغطرسه دي؟ يا اخي اقطع، اعتذر، اطلع زيك، خليك طبيعي. قال لك إيه انا بنصحهم انه كان الافضل فيهم ان هم يفضلوا في البيت احسن. بقول لك بيتعامل معانا كان بعنصريه من فوق. وده حديث واحد مغلوب 6. قال ان احنا كنا نستحق ضربه جزاء في الشوط الاول بعد تدخل قوي على لاعبنا، وقال ان احنا مش محتاجين سوى الجماهير اللي بتدعمنا. واضح انه بقى فيه مشكله له مع الجماهير الايرانيه، مش محتاجين الا الجماهير اللي تدعمنا. عندنا فرصه استثنائيه للتواجد ضمن الكبار في هذه النسخه، وقال ان المنتخب عنده الافضل في المباراه اللي جايه، وبيعتبر مباراته مع انجلترا مباراة تدريبية. هو بياع كلام. يعرف يلفط الموقف لصالحه. هيفضل يقول لك، وبعدين في الاخر ايه؟ قال لك اللعيبة المصرية بتاخدونا الى المهارات الاساسية، المقومات الاساسية. اخر بقى ايه؟ رماها على اللعيبة. رماها على اللعيبة، مدرب غير امين. خد منه. طيب بكرة ان شاء الله يعني بعد الثلاث مباريات، الاكوادور بتكسب 2-0، الانجلترا بتكسب 6-2، السنغال بتخسر من هولندا 2-0، وحاليا امريكا مع ويلز. بكره بقى في اربع مباريات امريكا متقدمه 1-0. طيب بكره الساعه 12 الظهر على الريق كده، على الريق مواجهه قويه جدا للمنتخب السعودي الشقيق مع الارجنتين. الارجنتين جايه البطوله ديت يا جماعه، وهي اقوى المرشحين، اقوى تحدي، يعني ينافسها البرازيل. كل الناس الترشيحات الكبيره في البطوله لاتينيه، يا البرازيل يا الارجنتين. فالارجنتين داخله بس على السعوديه الساعه 12 الظهر. استاذ ابراهيم دخلت، مش جايه تهزر. ابن جورج ويا سجل الهدف الامريكي، الهدف هدف امريكا،
واضح انه برضه فكره التزاوج بين الشعوب تجنيس شغل التجنيس وشغل التجنيس الارجنتين مع السعوديه الساعه 12 الظهر في المجموعه الثالثه، المكسيك مع بولندا الساعه 3 في المجموعه الثالثه، ايضا المباراتين المسائيتين في المجموعه الرابعه، فرنسا ضد استراليا دي مباراه قويه، والدنمارك ضد تونس علي معلول وزملائه الساعه 9 مساء، علي معلول والتوانسه ضد الدنمارك. ماتش ريزل الدنمارك من الفرق الرخمه. يعني مره دخلت بطوله اوروبا الامم الاوروبيه وما كانتش تاهلت، حد اعتذر فدخلت مكانه كسبت البطوله. يعني دخل بديل كسبت البطوله. فرقه رخمه. طيب الاصداء بقى العالميه للافتتاح الرائع امبارح بكل المحتوى بتاعه بكل رسائله الانسانيه بكل قيمه بكل التعبير فيه عن مضمون الثقافه العربيه والهويه العربيه. الصحافه البريطانيه قالت انه تاريخ الاحتفال كان مميز جدا، والالعاب الناريه والاجواء المميزه بالرقصات العربيه، الحضور الجماهيري الكبير، قال ان ده بيعتبر من افضل الحفلات الافتتاحيه للمونديال تاريخيا، وده انصاف رائع من صن البريطانيه لقطر وهذا التنظيم. صحيفه الام بي سي نيويورك الامريكيه قالت ان مورجان فريمان خطف الاضواء في حفل الافتتاح المميز، وقالت انه الفائز بجائزه الاوسكار كان نجم هذا الاحتفال الكبير. التليجراف الإنجليزية في تقرير ليه عن حفل الافتتاح قالت إن قطر نجحت في تنظيم حفل افتتاح رائع جدا، وقالت إنه بدون التراجع عن إنفاق أي مبالغ على الحفل للظهور بأفضل صورة. قالت تواجد مورجان فريمان أيضا الممثل الشهير كان في مقدمة محيي هذا الحفل. الجارديان قالت أشارت إلى ثنائية فالنسيا، وقالت إن هذه الثنائية ورطت أصحاب الأرض حيث فاز منتخب الإكوادور على قطر في الافتتاح، واللي بيحدث لأول مرة في التاريخ بخسارة أصحاب الأرض افتتاحا. هذه الأسبانية سلطت الضوء على تعقد موقف منتخب قطر المنظم، خاصة إن العنابي صاحب الأرض كان ينتظر منه أداء أفضل، وعنده مواجهة صعبة مع السنغال وأخرى مع هولندا في المباراتين بعد الأداء الباهت في هزة ثقة في العنابي، نتمنى انه فعلا يقدر يتجاوزها. إذاعة مونت كارلو الفرنسية كان عنوانها لهذا الحفل عشان تشوفوا المردود الخارجي كان عامل ازاي. عنوان مونت كارلو عن هذا الحفل كان الاحترام والشمول. وقالت انه 30 دقيقة شهدت احتفالية أقرب لحفلات الألعاب الأولمبية. دايما يروا أن الحدث الأهم على مستوى العالم دورة الألعاب الأولمبية، ودايما يروا أن حفلات الافتتاح بتاعتها بتبقى مختلفة عن أي حاجة تانية. صحيح. ولا يقارن افتتاح كأس العالم بيها. لأن أنت بتتكلم في الأولمبياد المضامين بقى الأولمبية والقيم الأولمبية. وكل الألعاب. يعني مش بتلعب لعبة. فأنت الرسالة مختلفة كمان. فهي امبارح حتى كان في تعليق حد قال ما هوش اروع شيء الافتتاح، حلو كويس جدا، لكن اللي كان ناس متوقعه ابهار اكتر واعمق لا، ده مش دوره الالعاب الاولمبيه. البي بي سي قالت ان منتخب الاكوادور اسقط قطر صاحبه الارض بالثنائيه، وقالت ان الاول مره في تاريخ كاس العالم تنتهي المباراه الافتتاحيه بخساره اصحاب الارض. محمد صلاح بيتوجه إلى قطر بعلم أوروبي، والتقرير بيقول أن محمد صلاح فخر العرب النجم المصري الكبير. كشف ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا، لوفرين صديق محمد صلاح جدا، فقال أن محمد صلاح كان وعدني أنه هيجي للدوحة ويشجعني ويشجع فرقتي ويبقى معاه العلم الكرواتي. قال أن أنا صديق صلاح جدا المقرب، وأشعر أنه صلاح بيشعر بالغيرة نتيجة لعدم وجوده في كأس العالم، وقال أن أنا لو كنت مكانه كنت برضه هبقى متضايق وهشعر بالغيرة لغيابي. فقال أن منتخب مصر مع صلاح كان يستحق يكون موجود في هذا الحدث الكبير. المونديال شهد إصابات عديدة، في مقدمتها طبعا غاب السنغال ساديو ماني بشكل مؤثر جدا، غاب كريم بنزيما ايضا
فجأة ضربة قاسمة لفرنسا. بنزيما يعني بقاله 3 سنين هو الأفضل على مستوى العالم، يقود ريال مدريد منفردا لتحقيق، هو يعني في عايش حالة من التألق. فكمان خلي بالك إن بنزيما عنده كام سنة، ملوش كاس عالم بعد كده. الاتحاد الفرنسي أعلن في بيان رسمي إنه بنزيما إصابته في عضلات الفخذ اليسرى أصيب بيها في التمرين بتاع يوم السبت، وقال إن هو ذهب لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي في أحد مستشفيات الدوحة، أكد وجود إصابة في المستقيم الفخذي، الأمر اللي هيتطلب فترة تعافي توصل 3 أسابيع. فترة كأس العالم. وديشام المدرب علق على هذا الغياب ووصفه إن الغياب المؤثر، لكن قال لك مش هجيب حد بداله. الرئيس السنغالي ماكي سال ممكن بقى ديشام علق على يعني أمل إنه يخف ويرجع له. ماكي سال الرئيس السنغالي علق على غياب ساديو ماني، وكتب أتمنى الشفاء العاجل لساديو ماني بعد غيابه الأخير أو الحاسم عن المونديال، وقال كنا نتمنى أنه يكون موجود معانا بقوته، لكن بنتمنى حظ سعيد له وإن الصحة قبل كل شيء، وبيقول لساديو ستعود أقوى. طبعا صدمة كبيرة في السنغال لهذا الغياب المؤثر لساديو ماني. ساديو ماني غيابه عن السنغال يختلف عن غياب بنزيما عن فرنسا. طبعا يعني زي محمد صلاح بالنسبه لمصر، دي غيابات زي كريستيانو، حجر الزاويه زي كريستيانو بالنسبه للبرتغال. لا في لاعب يعني حجر الاساس بتاع الفريق. طيب كان بيخشى ايضا بين جماهير التانجو انه ليونيل ميسي يغيب، لكن الراجل كان بيؤدي تدريبات خفيفه. النهارده في المؤتمر الصحفي تأكد مشاركة ليونيل ميسي، اتكلم ميسي عن المشاركة وأكد إنه قال إنه كأس العالم في قطر قد تكون هي الأخيرة ليه، ومن ثم عنده طموح كبير لتحقيق اللقب. وقال قبل مواجهة السعودية أنا في حال جيد، لا يوجد شيء يدعو للقلق بالنسبة لي، أشارك بصفة طبيعية وجاهز لمباراة السعودية. قال كان في إمكاننا الحصول على راحة أكبر قبل كده، لكن المونديال هذه المرة مختلف، جاي في الشتاء، جاي في منتصف الموسم، لكننا جميعا نشعر بالحماس إزاء هذه الأجواء في الدوحة. وقال إن احنا بنستعد بأفضل طريقة ممكنة، وأتمنى أن يظهر ذلك أمام السعودية ونتغلب عليهم. قال كمان النجم الأرجنتيني الكبير إنه سعيد للغاية بحفاوة الاستقبال والاهتمام الجماهيري به في الدوحة. قال إن المشجعين اللي بيتمنوا فوزنا باللقب ليهم التحية، رغم إنهم ليسوا من الأرجنتين، لكن أنا ممتن ليهم جدا وعارف مشاعرهم تجاهنا. قال نريد أن نستمتع في هذا المونديال، ربما يكون هو الأخير لي، وهذه الفرصة الأخيرة لكي أحمله، يقصد الكاس مع المنتخب الأرجنتيني. قال كمان ليونيل ميسي في المؤتمر الصحفي، هذه المجموعة الحالية في المنتخب الأرجنتيني بتفكرني بفريق 2014، نتمنى أن نحصل على ما نريد هذه المرة ونحقق اللقب وارفع الكاس قبل ما اسيب المنتخب والكوره. ده كلام مهم جدا. اذا كانت دي التصريحات ليونيل ميسي اللي واضح فيها انه بياكد جاهزيته، كان الرد من الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قال في المؤتمر الصحفي ايضا ان المنتخب السعودي اشتغل كتير جدا في بكل جديه الفتره اللي فاتت حتى يجد مكانا ليه في كاس العالم، وقال ان احنا في كامل سعادتنا لخوض اللقاء الأول لنا في البطولة غدا. يعني هيرفي رينارد بعكس ما يخشى منه، هو الرجل شايف انه لا، شيء كويس ان احنا نلعب الأرجنتين. قال ان احنا عارفين طبعا صعوبة المهمة وعارفين ان احنا نلعب مين، لكن عندنا الحماس الكافي جدا لخوض هذه المباراة. قال ان الأرجنتين منتخب مرشح لحصد البطولة، وبالتالي هو بالتأكيد طبعا فريق قوي، لكن هذه هي طبيعة المشاركة في المونديال، بأن تواجه دائما أقوى المنتخبات لأن أنت في كأس عالم. هيرفي رينارد وجه الشكر لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وقال رينارد أنه خطاب ولي العهد كان محفز جدا لينا بشكل إيجابي، وبالنسبة لنا من الرائع أن ترى هذا الدعم وهذه الكلمات من القائد. واختتم المدرب الفرنسي كلامه في المؤتمر الصحفي النهاردة قبل المباراة، لم نأتي إلى هنا في نزهة،
احنا مش في الدوحة عشان نتفسح، نحن هنا لنجعل السعوديين فخورين بمنتخبهم. واضح جدا انه رينارد عنده ثقة كبيرة. هنري رينارد وانا طابع مشواره، هو يعني واحد من المدربين اللي تمنيت دائما ان ياتي للاهلي او لمنتخب مصر. وهو بقول ليه منتخب مصر؟ لان هو اختار مشواره كله مع المنتخبات. زي الله يعني برونو ميتسو، كان برضه برونو ميتسو كان من المدربين اللي اتمنى ان يجوا يمرنوا النادي الاهلي او منتخب مصر. مدربين لهم رؤيه وليهم شخصيه. الله يرحمه برونو ميتسو. مات. ما انا عارف. دول مدربين بطعم قياده، قيادات كرويه حقيقيه. أيوة. ولذلك كلامه تاخده على محمل الجد، مش التاني اللي كل ما يتقمص من الجماهير وكانه هو ما جرحش مشاعر الملايين يعني بهذه الهزيمه المذله. هسالك على فرص المنتخبات العربيه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الموقف العربي والافريقي الحقيقه من خلال مجموعات المونديال، المنتخب القطري بعد ما خسر مباراه الافتتاح 2-0 من الاكوادور عنده مواجهتين مع هولندا ومع السنغال، وهولندا كسبت السنغال. فرص السنغال وفرص قطر. شوف يا استاذ ابراهيم، انا مع الاستاذ علي الزين. المباراه الاولى في الدور الاول من الصعب انك انت تقدر تتنبأ بيها. كلها الفرق بتتحسس مستوى بعضها، وفي فرق بتبقى خايفه من حمى البدايه وبتدي للفريق المنافس احترام يجعلها مشلوله. الاحترام ده اساسي. أيه. في كره القدم عشان تقدر تلعب كره قدم مسؤوله. أيه. لكن لو زاد يتقلب الى خوف. طيب فانا يعني بعد فوز هولندا وفوز الاكوادور الاثنين فرص تاهلهم، هيتبقى عندك السنغال مع الجريحين. واخد بالك؟ لو انتهوا بتعادل الاثنين هيخلصوا على بعض. طيب لو حد كسب لا هيبقى في فرصه لسه. طيب السعوديه في المجموعه الثالثه معاه الارجنتين والمكسيك وبولندا. السعوديه اتوقع واتمنى هتقدم مباراه طيبه امام الارجنتين، لكن الارجنتين كمان محظها وحش وممكن يبقى حظها كويس انها تخلص من الماتش ده بدري وتتحط امام مسؤوليه مع الفرقتين التانيين المكسيك وبولندا. طيب تونس في المجموعه الرابعه فرنسا واستراليا والدنمارك. استراليا يعني فرق في المتناول. الدنمارك يعني فرنسا والدنمارك فرصهم هم طبعا. لا الدنمارك فريق شرس. فرنسا فريق هايل، فريق بطل. وحامل اللقب. طب المغرب هيلعب في المجموعه السادسه معاه بلجيكا وكندا وكرواتيا. ده عنده فرصه. عنده فرصه باذن الله. طيب دي فرص المنتخبات العربية والأفريقية. قطر بتقدم هدية للجماهير، شنطة فيها سجادة صلاة ومسواك وكتب للتعرف على الإسلام بعشر لغات مختلفة. استعداد، ما أنا بقول لك مذاكرين كويس. ومش مذاكرين وبس، وعارفين هم عايزين إيه من البطولة دي. أيوه. على جانب البطولة عايزين يعملوا إيه. هتظل قطر بالموروث الثقافي والنموذج الثقافي اللي قدمته، هي حديث لسنوات طويله لكل شعوب العالم. لا نموذج مختلف، كل واحد هيرجع معاه الحاجه دي، ناس كتير منهم هترميها وناس كتير منهم هتقراها وناس كتير منهم هتتاثر بيها. فالناس هتشوف القطرين بدماغ ثانيه. يعني احنا سنين طويله كل ما يجي لك واحد، انا فاكر ان انتم ماشيين بالجمال في الشوارع لحد سنوات مضت يعني. فلما الناس بتيجي وتتعرف على الحضارات يعني لا ده يعني باكج شيك قوي. دي الشنطه اللي هي بيدوها هدايا، وفي عطر وفي حاجات كلها. سجاده ومسك. يعني احنا في اليابان لما كنا بنروح كنت بتلاقي بطانيه تحتيك وبتاع قربه كده بتدفيك وجوانتي، كل شعب اللي هي لوازم البرد وال كل شعب يديلك الهديه بتاعه الثقافه اللي تخصه. فقطر هتقدم. طب النهارده انا بس من الصور اللي انا لفتت نظري وكان ينبغي نتوقف امامها،
الجاليات الاجنبيه اللي كله لابس الغطره العلو الغطره يعني وقت ما لا كان كتير الكروات كانت الكوفيه الفلسطينيه دي يعني رمز ويا ريت الناس كانت توزعها يلبسوها في البطوله دي. انا عايز الناس تشوف الصوره بتاعت الكروات حتى هم بالجلابيه البيضاء وعليها علم كرواتيا. ايوه يعني برضو والعقال كتير. هو ده انك انت الغزو الثقافي المقابل للغزو الثقافي الهدام بتاع الغرب. بس ده غزو ثقافي بناء. برافو. يعني كويس جدا اهو احد الفرق. بص ده فرق كرواتيا دي جماهير الكروات الجلابيه والعقال والغطره والجلابيه البيضاء كمان عليها العلم الكرواتي. يعني واضح ان هم مدين لكل بعثه هدايا اهو. دي فرنسا ده ولا ايطاليا؟ لا ايطاليا مش موجوده مش كده؟ هولندا دي جماهير هولندا. الجماهير الهولنديه. الجماهير الهولنديه لابسه هذا اللبس ايضا. اتوقع ان احنا هنشوف المشهد ده كتير. يعني حاجه كويسه انك تذاكر وعندك من الامكانيات الماديه انك تقدر تنفذ حاجه زي كده. ده شيء رائع لتقديم هذه الصوره الجديده عن هذه المجتمعات الطيبه. طيب ده كان ابرز ما لدينا في هذا المونديال اللي حديث العالم كله في هذا الكرنفال. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تقولوا لي بعد الفاصل. طيب اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كرنفال المونديال والنظره اليه من الغربال، لكن يبقى اخيرا بعضمة لسانه من هنا وهناك في متنوعات مختلفة لمضمون الفيديوهات اللي عندنا. هنشوف الزميل محمد شبانة عن قرب افتتاح فرع الأهلي في التجمع. إيرادات دي مسألة المفترض يبقى مهموم بها أي مجلس إدارة. الأهلي لما عمل فروعه عظم إيراداته بجانب الرعاية. فأنا هديكم مثال بالفرع اللي هيفتتح خلال أيام بتاع التجمع الخامس. هي مش قصة الأهلي فرع، هي مش معمولة للتباهي، هي معمولة لحاجتين. أول حاجة إن الأهلي عشان خاطر الأفرع بتاعته ما تضيقش على أعضائه فبيعمل أفرع في أماكن مختلفة. لكن تعظيم الإيرادات في إن أنت عامل فرع في التجمع ضخم جدا. ده الأهلي بايع 4500 عضوية حتى الآن. لو ضربت في 250 ألف جنيه فوق المليار و100. هم حاطين من ضمن الرسوم اللي اتعملت والبلان اللي اتعمل انه يستوعب 20,000 عضوية. الاهلي هيجيله ايرادات بس من العضويات غير اشتراكات العضويات السنوية 5 مليار جنيه. تعظيم ايرادات غير طبيعي ضخم جدا مع الاستاد اللي هيتعمل. ايه كمان هيعود على النادي الاهلي في القصة دي؟ انت حتى بقول ايه، الاهلي مجتمع، انت عندك 4 فروع أو 5 فروع دلوقتي. لو كل فرع فيه عدد من العائلات، يعني ده 4500 لوحده فهيوصل ل 20,000. بيقول لك ان الاهلي فيه 200,000 عضويه لغايه دلوقتي. بالفروع دي لما تكتمل هيوصل ل 200,000 عضويه في معدل الاسره 4 5 تنفار. فانت بتتكلم في مليون بني ادم. هل لما بتجيب راعي وتقول له انا بس عندي جوه الانديه بتاعتي مليون بني ادم، فشوف كمية البيع بتاع حتى جوه، ده غير جمهوره الغفير بقى اللي بعشرات الملايين، ده قصة تانية خالص. فأنت عشان كده لازم تفكر تقول هو ليه الراعي دفع للأهلي 600 مليون جنيه على 4 سنين؟ كم المكاسب اللي الناس دي ما بتدفعش فلوس كده اعتباطا، يعني حابين الأهلي جدا أو حد كلمه متوسط في النص والنبي ادوا الأهلي 600 مليون، والله ياخد 600 مليون عم. لا. ده اللي الأهلي بيعمله دلوقتي عشان يعظم إيراداته اللي هتصل بالمليارات. السرد الراجل غلب والله. غلب واحنا غلبنا معاه. انما عشان تقنع واحد هو لاغي المنطق ولاغي الحقيقه، هو هيقول لك لا هو برضه سيبك منه المفروض، لا يقول لك المفروض ايه؟ الدوله تدي، الدوله ما بتديش حاجه. ده رعاه عنده بضاعه بيقول لك انا هعرض الفاترينه بتاعتك وهديك قد كده. فاترينتي تساوي قد كده، فاترينتك تساوي قد كده. انت عايز بقى فترنتك تبقى زي فترنتي، يبقى اعملها بنفس الشكل بنفس التوسع بنفس الامتداد بنفس الاحترام بنفس الشعبيه بنفس التأثير بنفس البطولات بنفس
ما تجيش كلام مش قليل. يعني فانت الاستاذ محمد شبان الحقيقه بسط الامور وقال لهم نموذج واحد بس، الفروع دي في حد ذاتها رافد من روافد تعظيم الاصدار. خلي بالكو في حاجه اسمها الباقه، تاني نشرح ونزود. الباقه دي هي اللي بتجيب لك الرعاه، انت مديني ايه عشان اديك ايه. كل ما عظمت الباقه والتنوع الحقول اللي انت الحقول اللي هتدهاني، الفاترينه اوسع، امكاناتها الشمول هكلم مين، هديك فلوس اكتر. فهم النادي الاهلي ان الباقه دي مش تتطور كل سنه كل يوم. والحقيقه في كل الالعاب مش في كره القدم فقط، لانه ما يحدث ايضا من طفرات كبيره في مختلف النشاط الرياضي يؤكد على انه الاهلي ماشي في هذا الطريق. جزء من هذه الالعاب كره السله، الاهلي عنده الموسم الماضي حصاد كامل في بطولات كره السله، كل بطولات الموسم اخذها الاهلي، وان شاء الله تعالى الموسم الجديد يسير في نفس الطريق. في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره حدثت بعض المناوشات العنيفة بين الجماهير مع المدربين، استتبعت طرد أوجست بوش المدرب الأهلي وأحمد مرعي مدرب الزمالك. خرج الأستاذ مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة في قناة صدى البلد مع الزميل هاني حتحوت يتحدث عن خطأ الاثنين، إيه اللي حصل من بوش واللي حصل من مرعي في رأي رئيس الاتحاد اللي استبق التحقيقات. نشوفه. ليه الاهلي 30 وليه الزمالك 20؟ الاهلي اللي بدا والحكام راحت له وراحوا للجهاز الفني الاهلي بلاش فيما مره الثانيه، بعد كده الزمالك بدا يشتم. يعني الاهلي هو السبب في التجاوز، قد يكون ان هو اللي خلى جماهير الزمالك تشتم. تمام، جماهير الزمالك تشتم عقوبه، لكن اللي بدا لازم بيبقى عقوبته اكبر شويه. ده طبقا للائحه موضوعه بالفعل؟ تمام، مفهوم. طيب اوجستي ليه تم تحويله للتحقيق كابتن مجدي؟ تجاوزه مع المراقب في الكلام، بالاضافه ان هو شتم الجماهير وهو خارج من الصاله. طيب الكابتن مرعي هل في اي حاجه تخصه في مباراه الامس؟ لا هو خد تكنيكال فاول طلع بره الصاله ملتزم، خلاص انتهى الموضوع. لم فيش اي تقرير عليه من الحكام ولا من المراقب ولا من اي حاجه. تمام، مفيش اي تقرير عليه، وهنا مربط الفرس. الكلب عشب يأتف عليكم، ما تجيبوا لنا اللقطه. طيب يعني ما شفتوش شريط المباراه؟ عايزين تستعمان يا هرم 100 مره كل واحد فيهم بيستعمانا. تعال نشوف. بص اهو ما عملش مع حضراتكم اهو، شوح وخرج ومشي. بصوا بقى، وشتم ورجع لسه وتف وخرج. لو رجع التاني طيب قول لي بقى. اهي استنى مش واضح. وتاني اهو وشتم وبصق. يعني المدرب يعني بيشتم ويبصق ورئيس الاتحاد بيقول لا اهو ما عملش حاجه. وخد يعني الطاوله بتاعت الحكام شايفه والمراقبين شايفين. يا مجدي بيه والله بس اتعبوا نفسكم، ما تاخدوش، ما تقوليش تقرير ما فيهوش. لو تقرير ما فيهوش يبقى في حاجه غلط. يبقى المراقبين والحكام هم اللي عندهم المشكله. الله، يبقى في حاجه غلط، لان انت لما تشوف ويقول لك شتم اهو يعني ابتدي من الاول. ها؟ لدرجه ان اللعيبه ماشيه وراه خايفين. يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه، وحده المعايير مش اكتر. بدأت بالتشويح. والتشويحه دي مقبوله، يعني أوجست بوش عمل ايه اكتر من كده؟ ثم الراجل بمنتهى الخطأ انه بيبصق. يعني وخرج. هو الفرق، لا ده بعد رجع، ده بعد ما بصق رجع. لا الفرق بس الجمهور بتاعه هتعرف له فشاور لهم. طيب ده اللي حصل من الكابتن احمد مرعي على فكرة. والماتش اللي قبليه شتم لعيب يعني تعال بقى نشوف اوجستي. اوجستي بوش عمل ايه؟ نفس خد تكنيكال فاول. ادي البدايه، بيقولوا معقوله كده يعني راح للترابيزه بيقولوا ما انا ذنبي ايه؟ قالوا له الجمهور من هنا انت بتديني تكنيكال فاول ليه؟ قال له الجمهور. الله الله، وانا مالي.
المهم ان هو يتضايق الراجل من اللي حصل من الجمهور فيعاقبوه يقول لك اصل شاتم الجمهور. وهو يعني على الاقل وبعدين طردوا فرجع له بيناقشوا انا اللي شفت وانت اللي قلت ماشي اطلع بره ماشي خد بعضه ومشي. بقى اللي اتقال لك اصله عمل بايده اشاره واللي وبصوا بقى شويه الكدابين اللي كانوا نصبين السلخانة على الراجل عشان يضغطوا عليه يعني اتفضلوا فين بقى اهو انا اتطردت عشانكم انتوا وخد بعضه ومشي. قال لك شوح بايده وعمل اشاره خادشه معرفش جابوها منين. لا عايزين يفسروا التلكيك انت التفة ما شفتش لكن دي اعتبرتها. انا ما اقولش ان اللي عمله المدربين ده صح انما هو يجوز مش عارفين اللائحه بتقول ايه. لو كانت اتشرحت صح كان هيبقى فيه مسؤول يهدي الجماهير فاهم قصدي. لكن هو فوق ان عليه تكنيكال فار رايح بيستبصر فوق انه مش عليه ده على الجمهور. وصلنا الى صفره النهايه. العدل العدل ده المطلوب. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.